بعد كده تم اكتشاف كذا سوبر نوفا زي كده، والكوالا ان هي كل حاجه متمحوره حوالين الانسان وبدفع. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعه الاخيره كميه احداث مهمه جدا حصلت في الفضاء لازم تعرفوها. معايا النهارده اخبار مهمه جدا بخصوص مرصد هابل الفضائي. مش عارف ليه مرصد هابل بقاله فتره طويله قوي متقدم على تلسكوب جيمس ويب. المهم ما اطولش عليكم في المقدمه. مرصد هابل الفضائي رصد مجرة شبه التعبان إلى حد كبير. بدأ الضوء الصادر من المجرة رحلته للأرض من 80 مليون سنة. المجرة اللي بنتكلم عليها النهاردة NGC 1087، ودي مجرة حلزونية موجودة في كوكب كايتس. ظهر منها ضوء بيشير للغاز الجزيئي البارد، وده العنصر الخام اللي بتتشكل منه النجوم الجديدة وبتنمو، والمناطق الزرقاء اللي موجودة فيه بتستضيف نجوم ساخنة. بيعتقد الباحثين ان عدد لا بأس به من النجوم دي نجوم نادرة واللي اسمها وولف رايت. بس في نجم واحد في المجرة دي معروف بالنسبة لنا، اتحول لسوبر نوفا في شهر 8 سنة 1995. بس اكتر ميزة في المجرة هو شريط النجوم الابيض الساطع قوي اللي موجود وسط مسارات الغاز الملتوية، والشريط ده شبه شريط موجود في مجرتنا بس اقصر منه. لازم تعرف ان موقعنا جوه مجرتنا ضرب التبانة بيخلي صعب قوي تقدير حجم وشكل الشريط المركزي بدقة. اما بالنسبة للمجرة NGC 1087، فممكن يتم رصدها من جنوب خط الاستواء السماوي، يعني لو حد محترف يقدر يقصدها من نصف الكرة الشمالي والجنوبي. ايه؟ الخبر التاني بيقول ان مرصد هابل رصد انفجار هائل بين المجرات. حصل انفجار كوني غامض ادى لظهور وميض رائع من الضوء بين مجرتين موجودين على بعد 3 مليار سنة ضوئية، ويعتبر الوميض البصري ده واحد من ألمع انفجارات الضوء الأزرق واللي استمر عدة أيام، وده أحدث مثال على سلسلة نادرة من الأحداث الفلكية القصيرة واللي اسمها العابر الضوئي الأزرق السريع المضيء. وأول حاجة يتم رصدها من العابر الضوئي ده سنة 2018، اتحدد موقعه وحطوه في الذراع الحلزوني لمجرة بتبعد عننا 200 مليون سنة ضوئية. والسوبر نوفا ده لقبوه بالبقرة، وهو أكثر سطوعا 100 مرة من أي سوبر نوفا عادي. لازم تعرف إن هو كان ساطع جدا في موجات الراديو والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية. بس لازم تعرف إن السوبر نوفا ده اتصرف بشكل غريب قوي. بعد كده تم اكتشاف كذا سوبر نوفا زي كده، سموها الجمل والكوالا وكذا اسم تاني، علشان كده بقت التسمية الرسمية LFBOT، يعني العابر الضوئي الأزرق السريع المضيء. بعد الاكتشاف الأولي للعابر ده تم إصدار سلسلة من الملاحظات عن طريق التلسكوبات اللي على الأرض وفي الفضاء. في مثلا تلسكوبات قاست درجة الحرارة ولقيت إن هي 20,000 درجة مئوية، هي أي نعم ساخنة قوي بس مش زي النجوم الضخمة. وبعد كده تم قياس الانزياح ناحية اللون الأحمر واكتشفوا إنه 3 مليار سنة ضوئية. مرصد هابل بقى لاحظ الانفجار اللي بين المجرات على بعد 50,000 سنة ضوئية من مجرة حلزونية كبيرة و 15,000 سنة ضوئية من مجرة صغيرة. بيقول أحد الباحثين إن العابر ده ممكن يحصل على مسافات طويلة من مركز أقرب مجرة. بس في النهاية لازم تعرف إن الاكتشاف ده بيطرح أسئلة أكتر ما بيطرح إجابات. فأكيد إحنا في حاجة لمزيد من العمل علشان نعرف تفاصيل أكتر عن النوع ده من السوبر نوفا. آخر خبر معانا بيقول لنا إن مهمات الفضاء الصحيح اللي هو بين النجوم لازم يبقى فيها ذكاء اصطناعي. دلوقتي العالم كله بيراقب الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي وتأثيره على علم الفلك واستكشاف الفضاء، فهل ممكن مرافقين الذكاء الاصطناعي يساعدوا في الحفاظ على الصحة العقلية لرواد الفضاء في مهمات الفضاء الصحيح؟ حاليا وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ومجموعة واسعة من شركات الفضاء الخاصة بتبص للذكاء الاصطناعي باعتباره جزء أساسي من المهام الفضائية في المستقبل. لكن مع توغلنا وانتشارنا في الفضاء كله، فالذكاء الاصطناعي مش هيبقى مجرد آلة، حاليا بيعتبروه مجرد أدوات للمساعدة في تنفيذ المهام التشغيلية، لكن قدام هيوفر دعم مهم جدا للصحة العاطفية والعقلية لأفراد الطاقم. من المعروف ان الفضاء مكان منعزل قوي، والبيئة الفريدة حتى في محطة الفضاء الدولية كافية ان هي تأثر بشكل كبير قوي على الصحة العقلية لرواد الفضاء. واحد من العملاء اللي ركبوا صاروخ بلو اورجين سنة 2021 وصف شعوره بيقول ان هو كان بيشعر بالتنفيس النهائي وكان جواه هزة حزن شديدة قوي. لازم تعرف ان العقل البشري مش مصمم للنوع ده من البيئة،
بس التكيف مع البيئة دي مش مستحيل، وده حصل من خلال مهمات رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية وأماكن كتير جدا. بس تحديات الصحة العقلية المرتبطة بالسفر للفضاء مهمة جدا زيها زي الصحة البدنية. أحد الباحثين في برنامج الأبحاث البشرية التابع لوكالة ناسا بيقول إن السفر للفضاء العميق هيشكل تحدي فريد بالنسبة للطاقم. واحدة أبكي. والتحديات دي مختلفة تماما عن اللي بيواجهوها في مدار الأرض المنخفض. لما تيجي تقرأ رحلتك لكوكب المريخ لمدة سنتين هتلاقي بيها مضمونة 100%، مفيش صراع ولا توتر بين الأشخاص. اسأل أي حد طلع كامب في الصحراء لمدة يومين مثلا وشوف مدى سرعة رد فعله في الغضب والتوتر وأي حاجة. لو جيت تبص بقى لمسافة المريخ واللي هتاخد سنتين ونص، طبعا المركبة الفضائية مش هتكون كبيرة قوي وهتكون بتتكون من 4 أفراد أو 6 أفراد هيعيشوا مع بعض لمدة سنتين ونص، يشتغلوا ياكلوا يشربوا كل حاجة مع بعض. تخيل ان انت قعدت في بيتك لمدة سنتين ونص ما طلعتش خالص، وانت هنا على الارض في بيتك مش في الفضاء. هنا بقى يجي دور الذكاء الاصطناعي. طبعا معظم الناس مش هتميل للموضوع ده قوي وهتقول مش ممكن الذكاء الاصطناعي يحل محل اي شخص. لازم تعرف ان الذكاء الاصطناعي بقى عنده ميزة الرفاهية وخفة الدم. تعالوا كده نشوف المقطع ده. ماندي شو ماندي؟ يعني علشان كده كل الباحثين بيقترحوا ان رواد الفضاء ما يسافروش لوحدهم، مش بس الاسباب تتعلق بالسلامة، لازم تعرف ان التواصل الوثيق مع البشر التانيين جزء لا غنى عنه من صحتنا البشرية. اي نعم في الوقت الحالي الذكاء الاصطناعي المتطور ما نقدرش نستبدله بالبشر، لكن حاليا وكالة ناسا ووكالة الفضاء الاوروبية بتبحث في عمل طاقم من الذكاء الاصطناعي لتخفيف التوتر، لان الباحثين شايفين ان رفيق الذكاء الاصطناعي هيكون مفيد جدا في مهمات القمر والمريخ في المستقبل. كل الابحاث دلوقتي بتركز على دعم رواد الفضاء في المهام المستقبلية، والذكاء الاصطناعي ممكن نعتبره رفيق رقمي، لكن احنا محتاجين بحث اكتر علشان نفهم الاساليب اللي ممكن من خلالها يتقدم الدعم بالذكاء الاصطناعي لأي مدى. لأن في نفس الوقت ممكن الذكاء الاصطناعي يبقى مضاد للصحة السلوكية، لكن هو مش محتاج انه يحل محل رفيق بشري علشان يبقى مفيد. لازم تعرف ان رواد الفضاء في المحطة بيعملوا كتابات يومية وتمرينات علشان يحافظوا على الصحة العقلية، فالتفاعل مع الذكاء الاصطناعي ممكن يخدم نفس الغرض. لو جيت تبص للعزلة الشديدة بتاعت مهمة المريخ، فالذكاء الاصطناعي ممكن يكون جزء من مجموعة أدوات من التدابير المضادة المتاحة للطاقم اللي هيطلع المهمة. مثلا ممكن الذكاء الاصطناعي يبقى لوحة صوتية آمنة، وممكن رائد الفضاء يتواصل مع عيلته من خلال الحلقات الصوتية والمرئية. الهدف في النهاية هو تقديم مجموعة من التخفيفات القائمة على الأدلة لدعم صحة الطاقم وأدائه. ولو ثبت ان مرافقين الذكاء الاصطناعي مضاد فعال وهادف، فاكيد هيكون ليهم دور في مجموعه ادوات التدابير المضاده. في النهايه لازم تعرف ان وكالات الفضاء مدركه قوي ان مفيش بديل قوي للاتصال البشري، بس اكيد هيكون اداه لدعم الطاقم، لان حاليا احنا بقينا اكثر اعتمادا على استخدام التكنولوجيا علشان نفضل على اتصال اكتر. فالباحثين بيعتقدوا ان الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على تقديم الدعم، وكمان يقدر يزود القياس والتشخيص، لكن في النهاية كل حاجة متمحورة حوالين الانسان وبدفع الانسان. لحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.